ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة، وبنبتدي زي ما معاكم في نهارك سعيد بفقرة الصحافة. ومنورنا في الاستوديو الكاتب الصحفي إيهاب الحضري. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. نبدأ على طول من جريدة الأخبار الصفحة الخامسة. هنستعرض الأول الأخبار كلها وبعد كده ناخد تفاصيل كل خبر. أنا آسفة. الأخبار الصفحة الخامسة: الرئيس لطلاب الجامعات لن أسمح أن يدار طالب أو تمس حقوقه. والأخبار برضو صفحة 4: دعوة سلام يطلقها البابا تادروس في قداس عيد القيامة. الشروق الصفحة الأولى: الاستقبال الرئاسي لآل ساويرس يرفع التوقعات بصعود البورصة. والأخبار الصفحة السادسة: النيابة تبحث عرض حسين سالم الجديد للتصالح. المصري الصفحة الأولى: النائب العام يأمر بإعادة التحقيق مع أبو اسماعيل في إهانة السيسي وحصار الإنتاج الإعلامي. واليوم السابع الصفحة الأولى: إيران تهدد القاهرة بفيديو يكشف تورط حماس في ثورة يناير. الأخبار الصفحة السابعة: الخلاف على الأجرة سبب الأحداث الدامية بقرية القطاوية بالشرقية. اليوم السابع الصفحة الثالثة: التعديل الوزاري اليوم وتأجيل المحافظين. الأخبار الصفحة الثالثة: الجو ربيعي في شم النسيم. والمصري اليوم الصفحة الأولى: كلاكيت ثالث مرة، حالات تسمم جديدة في جامعة الأزهر. الأهرام الصفحة الأولى: وفاة الدكتورة عائشة راتب. ومن نفس الصفحة في الأهرام: دراسة صرف تأمين بطالة المفصولين من العمل. الأهرام الصفحة الأولى: اتهامات أسترالية لمصر بسوء معاملة الماشية. والمصري اليوم الصفحة العاشرة: الأهلي يتسلح بقواته الهجومية لافتراس قروش تونس والزمالك في معركة الفرصة الأخيرة. نبدأ على طول من جريدة الأخبار الصفحة الأولى: الرئيس لطلاب الجامعات لن أسمح أن يدار طالب أو تمس حقوقه. يعني كويس، يعني تصريح مهم، وإحنا في عصر التصريحات الوردية. المهم التصريح ده يبقى واقع إزاي، هو ده المهم. وأتمنى كمان أن التصريح يسرع الكل، يعني يتم مساواة الشعب بطلاب الجامعات ولا يضار مواطن أو تمس حقوقه. طبعا بس خلينا نتكلم، يعني هل حضرتك شايف أن التصريحات دي جاءت متأخرة ولا جاءت، يعني كان مفروض إحنا شفنا العنف اللي كان سائد في معظم جامعات مصر في الفترة اللي فاتت؟ هو إحنا كل حاجة عندنا فيها فرق توقيت، دي معروفة. يعني في عندنا فروق توقيت، بس هو على بال ما الانتخابات بتاعت اتحاد الطلبة خلصت وتم اختيار رئيس اتحاد الطلاب مصر والكلام ده كله. بس أنا معاكي إن كل حاجة بتيجي متأخرة، لأن في النهاية كان ممكن إطلاق تصريح، يعني فيها إيه لما أطلق تصريح زي ده سواء كان أمام وفد طلبة أو بصفة عامة بعد اللي حصل في الجامعات. ده صحيح، هو دي في فروق توقيت عندنا في دلوقتي. فروق التوقيت كمان يا فندم، معرفش حضرتك توافقني رأي ولا لا، بس احنا عندنا كمان مشكلة تانية. الفكرة نفسها ان بنشوف قدام عينينا، يعني على شاشة التلفزيون العنف اللي حاصل، وكل مرة بنقول هيتم تقديم اللي عمل القصة دي للعدالة وهنشوف الإجراءات وهنشوف التحقيقات، وبعد كده لا. بس في تقدم حصل طبعا، ان اختفى الطرف الثالث، يعني الطرف الثالث ما بقاش موجود دلوقتي، وده انجاز، لان بصراحه كانت عمليه مزعجه ان كل شويه بيظهر لنا الطرف الثالث حتى لو في خناقه قدام محل كشري. وبالتالي فاختفاء الطرف الثالث ده شيء مبشر، لان معنى كده ان الشماعه اللي بتتحمل عليها الاخطاء بقت مش موجوده، فلابد من البحث عن الفاعل الحقيقي. كن بنوصل له او ما بنوصلوش، دي بقى حاجه يعني مش بتاعتي ولا بتاعتك، ده حاجه انا شايف ان ما وصلناش لاي حاجه لحد دلوقتي بصراحه. هو لا بجد، انا يعني فرحان بفكره اختفاء الطرف الثالث، انه كان مستفز في يوم من الايام لما تبقى دوله فيها اجهزه رقابيه واجهزه بحثيه واجهزه امنيه وعندنا كمان دلوقتي ميليشيات خاصه مختفيه، وكل دول مش عارفين يوصلوا لمين اللي فاعل. واحنا على فكره احنا في يوم من الايام كان ممكن ده يبقى مستوعب، لان ما فيش عندك كاميرات بتصور طول الوقت، ده انت عندك كل حاجه بتحصل بيبقى في اطراف متصوره. صح، ازاي ما بتعرفيش توصلي ده ما اعرفش بقى. طيب هنروح للاخبار والصفحه الرابعه: دعوه سلام يطلقها البابا تودروس في قداس عيد القيامه. اولا كل سنه وجميع الاخوه الاقباط بخير، واتمنى ان احنا نتعامل مع الاخوه الاقباط كشركاء في الوطن، مش زي ما البعض بيتعامل معاهم على انهم مشركين في الوطن. الحكايه باختصار، عمالين كلنا نتكلم بنفس الاسلوب بتاع زمان، ان ما فيش احتقان او ما فيش ما اعرفش ايه، وكل شويه يحصل حاجه كده تبين لك ان في ازمه حقيقيه. الحاجه الوحيده التي تدعو للتفاؤل ان الازمه بقت بين الكل. يعني ما بقاش دلوقتي في اضطهاد للاقباط ولا اضطهاد، لا ده في كل فئه من المصريين بقت مضطهده. ده صحيح، يعني باختصار شديد لو اختلفت معاك في الراي فانا كده خلاص خلصت خلاص الحكايه. وعلى فكره علشان ما بقاش بهاجم طول الوقت بين الاسلام وبسيء للاسلام، بس هي دي المشكله الاساسيه، ان في خلط ما بين الاسلام
والمتعاملين أو المتاجرين بالإسلام. ودي المشكلة الأساسية. وبالتالي فاللي هيحصل أنا دلوقتي، وده على فكرة ظهرت بوضوح شديد أيام ما كانوا السلفيين في أحضان الإخوان، كانوا هم اللي بيدافعوا عن فكرة الأخوان، والكلام ده مش جديد وقلت قبل كده، إنما فكرة لما كنا بنقول الأخوانة تيجي يظهروا في التلفزيونات يقول لك أخوانة إيه؟ ده ضد الإسلام، ده ضد الأسلمة، هم مش عايزين يقولوا الكلام ده. وبعدين لما حصل، وانقلبوا على بعض، اقري مقالات كتابهم الكبار في الجرائد المختلفة واقري تصريحاتهم وشوفي بقوا هم اللي ضد الأخوانة وهم اللي طلعوا ملف الأخوانة. وبعدين في نفس الوقت في مقال أحد أعمدتهم اللي هو نادر بكار من يومين ثلاثة في الشروق بيتكلم على فكرة رفض الآخر، وإزاي إزاي أساساً لما هم بيهاجموا أو لما يبقوا بينتقدوا بقوا ضد الإسلام، وإزاي يعني حدوتة باختصار بقت المواقع بنختلف أو بيختلف وجودنا فيها من زاوية للتانية. وإحنا طول الوقت عندنا اتهامات جاهزة، وعلى فكرة علشان أبقى موضوعي ده بيسرع على الكل، يعني خلينا موضوعيين أنا وإنتي وإحنا متبنين تقريباً وجهة نظر واحدة، خلينا نسمع أي كلام للطرف المقابل هتلاقي نفسك مش مستحملة في حالة من حالات الشحن الداخلي، وبالتالي ما بقاش فينا حد عايز يسمع التاني، عمالين بنسمع صوت واحد بنغرد، بس مش على تويتر ولا المسؤولين بيغردوا على تويتر، لا احنا كلنا بنغرد في سرب واحد، يا إما احنا مع الطرف ده وبالتالي فيبقى تشجيع ليه، يا إما مع الطرف التاني فنبقى ضده طول الوقت. قلبت في النهاية أهلي وزمالك وتعصب، والتعصب احنا شفناه بيودي لغاية فين في كله سواء كان في الكورة أو في السياسة. ده صحيح. خلينا نروح للشروق، الصفحة الأولى، الاستقبال الرئاسي لآل ساويرس يرفع التوقعات بصعود البورصة. بالمناسبة هو طبعا أي حاجة يعني طبعا يرفع التوقعات، يعني ما فيش نتيجة مباشرة حصلت عشان يبقى فيه خبر، إنما هو المحللين قالوا كده، وده على فكرة متوقع لأن البورصة على فكرة حساسة جدا بتعلى وتنخفض بناء على كلمة. ده صحيح. تمام. إنما الأهم في الخبر كمان إن عندك شباب السلفيين على مواقعهم وعلى حساباتهم على تويتر وعلى الفيسبوك هجموا قرار الاستقبال الرئاسي وازاي ومش ازاي. طبعا في المقابل حزب الحريه والعداله والرئاسه قالوا ان ده يبعث برساله طمانه الى رجال الاعمال، وفجاه بعد ما كان في احنا على فكره ماشيين بطريقه ازاي، ان انا بدخل في اتجاه جاب نتيجة عكسية ببتدي عدل المصاري على طول، بمعنى ان انا بالونات الاختبار بس المشكلة لا معلش بس المرة دي اصل بالونات الاختبار بقى بتجيب نتيجة عكسية، احنا قدام وطن بيحترق وبالتالي فامام وطن بيحترق انا ما ينفعش ان انا اعمل بالونات الاختبار طبعا. فاللي حصل ان هم الفترة اللي فاتت كان في يعني تعامل بطريقة ما، مش هقول استهداف ولا هقول ان هو كان ترصد او تربص او الكلام ده كله، انما في نوع من انواع الازمه الماليه التي تستدعي النظر الى رجال الاعمال باعتبارهم يعني مصدر لبعض الاموال التي قد تنقذ الوطن نوعا ما، فابتدى التعامل معهم بطريق خاطئ، بدل ما اقول استثمارات ومش استثمارات ببتدي ادور لهم. عموما القضيه دي قضيه فيها وجهات نظر، بس قرار الاستقبال في حد ذاته ده قرار مهم، مش علشان رجال اعمال بس، انما علشان رجال اعمال وعلشان فكره ديانتهم والانتماء القبطي، على الاقل بدي رساله اعمال رساله مزدوجه لمجتمع محتقن. ده صحيح. بس تم تسويه الخلافات والامور خلاص المالية. لا ما هو الموضوع انتهى خلاص، سددوا للضرائب 7 مليار جنيه في الصفقه وعادوا القاهره لان اسمهم كان موجود على ترقب قوانين ترقب الوصول، فخلاص وصلوا انتهت الموضوع. الاخبار الصفحه السادسه، وحصل على فكره لقاء في المطار ما بين مندوب الرئاسه ومندوب من جهه امنيه سياديه مع آل ساويرس، وطبعا ما فيش حد قال تفاصيل اللي حصل، بس واضح ان هو كان لقاء يعني محضر له ومعدله بحيث ان في يبقى في ايه هي بقى الاتفاقات او الكلام ده اللي هيبان الفتره الجايه. ده صحيح طبعا. الاخبار الصفحه السادسه، النيابه تبحث عرض حسين سالم الجديد للتصالح. دي حاله ثانيه يعني ما هو نفس العمليه، بما ان احنا بنتكلم عن رجال الاعمال طبعا في رجال اعمال امتصوا دماء هذا الوطن لفترة طويلة ولسنوات طويلة سمع الكلام، وبالتالي إيه اللي حصل؟ كل الأحكام اللي عمالة تصدر بالبراءات والكلام ده كله قللت من فرص استعادتنا للأموال المنهوبة. في الحالة اللي زي دي ابتدى في توجه، والتوجه ده نبع من حزب الحرية والعدالة وكان مشار ليه من فترة طويلة إن يبقى في تصالح. التصالح ده مع رجال الأعمال على اعتبار إن هو الحاجة الوحيدة والطريق الوحيد اللي هيضمن
استرداد الاموال المنهوبه، لان انت ما عندكيش احكام قضائيه، وبالتالي فطالما ما فيش احكام قضائيه باته وحاسمه وبعيده عن الشبهات، يعني عن الشبهات يعني ما كانش في تاثير سياسي عليها او الكلام ده كله، الدوله التي تستضيف اموال او شخص المهرب والاموال المهربه وفي مش هترضى ترد الكلام ده. طيب حسين سالم عرض عرض، واللطيف ان هو عرض العرض ده على مندوبين النيابه لما كانوا بيشاركوا في مؤتمر لمكافحه الفساد في اسبانيا. حصل لقاء وبتاع ابتدوا يتفاوضوا، النيابه طرحت فكره ان هو يتنازل عن كافه امواله، وبعدين هو قال لا 50%، وبعدين المهم وصلنا في النهايه ان هو يتنازل عن 75% من امواله الموجوده في الداخل و55% من امواله اللي موجوده بره مصر. طبعا اللي حصل ان العرض نفسه لسه بيدرس. من المتابعات خلال اليومين اللي فاتوا رجال القانون بيقولوا ان احنا طالبنا بده قبل كده، وخاصه دي قضايا لم تمس يعني ما فيهاش شق جنائي يتعرض للمواطنين، يعني لا فيها قتل صوار ولا فيها. بس هو اكد على الكلام ده يا فندم، يعني اكد على النسبه دي بالذات، نسبه ان هو هيتنازل عن 55 من امواله في الداخل لا 75 في الداخل و55 في الخارج. يعني ده اتاكد منه هو؟ لا لا، ما هو المحامي بتاعه متكلم وكل، وبعدين على فكره غير المحامي بقول لك حسب التصريحات، ما هو بقى عشان ما يبقاش انا مسؤول ان انا لا خالص، انا بس عايز اتاكد الكلام اللي اتقال ان هم لما كانوا في اسبانيا اتفقوا على هذه النسب. طيب ما زاد على ذلك؟ يعني نفترض ان هو جه قال انا عندي مليار جنيه او مليار دولار، وطلع اكتر من كده، قال لك ان اي اموال سيثبت وجودها بعد كده ستصدر بالكامل. تمام. خلينا نروح لمصر اليوم والصفحه الاولى. النائب العام يامر باعاده التحقيق مع ابو اسماعيل في اهانه السيسي وحصار مدينه الانتاج الاعلامي. هو امر باعاده فتح التحقيقات التي اغلقت. وبعدين تيجي تقرا جوه يقول لك اصل التحقيقات ما كانش فيها ما يرقى لمستوى الادانه. طب لما فيهاش لا يرقى لمستوى الادانه انت بتفيد فتحها ليه؟ طب في النهايه هو الاخوان ببساطه بين شقي الروح. مؤسسه عسكريه بتشوف ان هي يعني في بعض الناس اللي بيسيئوا ليها، وحلفاء الامس اللي هم بقوا مصدر قلق وصداع دائم بتصريحاتهم البتاع. طيب اللي حصل ان انت عندك حصل من يومين حصار لمبنى امن الدوله. ده صحيح. هو متهم فيها ان هو دعا حلفائه او انصاره الى تطهير الامن. من يومين عمل ندوه مش خطبه ولا بتاع، ندوه سياسيه في مسجد اسد بن الفرات، واتكلم فيها عن الجيش وانه لن يسمح بتدخل الجيش في السلطه، وانه لو حصل ما اعرفش ايه، يعني كلام كده فيه. انا مستعدين لتضحيه. انا بستغرب بس من حاجه، يعني ده في يوم من الايام كان مرشح نفسه رئيس جمهوريه، انا مش عايز الناس تنسى. يعني ده لما كان، لو كان حصل وكان مسك المنصب، انا عايز اعرف نوعيه التصريحات اللي كانت هتطلع ايه. ما هو لازم نفكر ونربط الامور ببعض. يعني اذا كان هو رجل متقدم لمنصب سياسي في الاساس، وبالتالي تصريحاتك لابد ان تكون منضبطه، يعني مهما كان الواحد فاسد او سفاح او الى اخره، مش بتكلم عليه، بتكلم على اي حد في المنصب بيبقى تصريحاته منضبطه. فبالك لما تبقى انت رجل وداعية وتبقى في منصب، التصريحات هتطلع بالطريقة دي برضو، ولا كانت زي ما حصل من الإخوان اللي كانوا بيهاجموا القروض على إنها ربا، واللي كانوا بيهاجموا حوادث القطارات وبيطالبوا بإقالة حكومات ورؤساء والكلام ده كله، لما بقوا على مقعد السلطة اختلفت الآراء والرؤى. هل الكرسي بيغير ولا الناس اللي بتهاجم من بره مش بتبقى عارفة الظروف، وبالتالي فبتبقى تتحط في موقف صعب جدا وابتدي تغير جلدها لما تبقى في الكرسي؟ كلها تساؤلات مهمة جدا يا فندم. هيا نروح لليوم السابع الصفحة الأولى، هو خبر مهم جدا. إيران تهدد القاهرة بفيديو يكشف تورط حماس في ثورة يناير. ده غريب لأنه منشور في أكتر من مكان، مش في اليوم السابع بس. وسمعنا عن فيديوهات وسمعنا عن مكالمات ونقلا عن الجريدة الكويتية. والجريدة الكويتية واخدة من مصدر إيراني أو مصادر إيرانية وصفتها بأنها مسؤولة. وبيتقال إن إيران ضغطت على الرئاسة علشان موقفها من سوريا، وإنها هددت بتسريب فيديوهات بتفضح تحديدا مشاركة كتائب عز الدين القسام وحزب الله اللبناني في موضوع اللي حصل دعم الإخوان أيام الثورة. هنا بس عايز أتكلم في حاجة، التنظيمين اللي بتشير ليهم او اللي بيشير ليهم الخبر، وبيقال انهم يقال
ان هم مصدر تهديد ايراني لمصر. الاثنين من الموالين لايران، يعني حزب الله وحركه حماس. طيب في الحاله اللي زي دي لما يحصل حاجه زي كده، معنى كده ان احنا الناس عماله تضحك على بعض طبعا. في ناس بتساعد وفي نفس الوقت بيصوروا وفي فيديوهات وفي الكلام ده كله. المشكله ان الخبر قال لك ان ده حصل فعلا، ان مصر غيرت موقفها من من القضيه السوريه ومن نظام الاسد بعد ما كانت قالت لا ارحلوا، ابتدوا يقولوا لا اصل ممكن التهدئه والكلام ده. انا هنا بنقل التصريحات زي ما هي. التصريحات بتشير الى مواقف تحولت واحنا لبسنا التحول في التعامل مع القضيه. انا شايف ان خبر زي ده يستدعي رد، ورد مش مجرد ان المتحدث باسم الرئاسه يطلع ويتكلم، لا عايزين نتكلم نشوف ايه اللي بيحصل. انا واحد من الناس اللي كنت ضد فكره ان السلفيين يتظاهروا علشان وقف السياحه الـ 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 الايرانيه لمصر، لان انا شفت ان ده منتهى الضعف، ان انا خايف واحد من واحد هيجي يقعد اسبوع علشان هيشيع لي بلد بنقول انها بلد مؤمنه، واللي خدوا اصواتهم دول واللي خدوا دخلوا البرلمان واللي خدوا الرئاسه من البلد المؤمنه دي. صحيح. يبقى في الحاله اللي زي دي انا خايف من واحد هيجي يقعد اسبوع. طب ما نمنع بقى السفر للسعوديه اللي بيحصل فيها عمره بالاسبوعين وحج بالشهر، لان هم بيبقوا قدام بعض. عشان فندم انا يعني هي نفس السياسه بالظبط، احنا بنلهي الشعب في حاجه واحنا بنفكر في حاجه ثانيه خالص. هي دي المشكله. يعني الاخبار الصفحه 7، الخلاف على الاجره سبب الاحداث الداميه بقريه القطاويه بالشرقيه. دي حادثه ثانيه مهمه جدا ايا كان السبب. السبب اللي اتقال في الاول طبعا ان ابن القيادي الاخواني الذي قتل كان بيعترض على عامل في القرية سب الرئيس مرسي على صفحته على الفيسبوك، فخرج وحصلت بتاع ده، حصلت خناقة، وابن القيادي الإخواني طلع مسدس ولا خرطوش، فرد خرطوش وضرب، ولما ضرب موت واحد والتاني والكلام ده كله. دلوقتي بقت العملية لا، التوك توك كان راكب توك توك واختلف مع سواق التوك توك وطلع الفرد، يعني هنا الواقعة الوحيدة المتشابهة فرد الخرطوش. طيب طلع الفرد الخرطوش وضرب، راح مموت وأصب، مش موت سواق، موت ترزي كان معدي، السواق أصيب في رجله خلاص، اتنقل الترزي المستشفى مات. رجعوا أهل الراجل ده، راحوا جايبينه وحاطين النعش بتاعه قدام البيت وقالوا هيحصل انتقام. عيلة الجاني طلعوا فوق السطح وابتدوا يحدفوا الناس بالطوب من فوق، موتوا واحد تاني بارتجاج في المخ، فالعمليه ولعت اكتر. اللي حصل الواقعه على فكره شديده الخطوره، لانها ممكن تبقى خناقه عاديه بس الدلالات بتاعتها. نزل وحاول يهرب وهو مرتدي حسب الكلام بتاع النهارده والجديد نقاب. عرفوه ومسكوه وسحبوه واتسحل، ولما نقل المستشفى كان مات. طبعا احنا ضد العنف بكل اشكاله طبعا، بس ضد ان واحد يبقى طالب في معهد وابن قيادي في حزب حاكم يبقى ماسك سلاح. هنقول ان كل البلد ماسكه سلاح، هقول ان احنا في اذا كنا بنطالب بالتطهير فلابد ان يكون هناك قدوه طبعا. يعني في الحاله اللي زي دي انا ممكن اقول كلام كتير جدا وابقى بدعو لمكارم الاخلاق والكلام ده، انما مفيش يعني مفيش حاجه بتلزمني بيها طالما ان انا لو انا قاعد على جنب، انما طالما انا بقيت قدوه والكلام ده يبقى في الحاله اللي زي دي لابد ان التزم حتى يلتزم الاخرون. انما لما اجي اقول له لا السلاح لازم يتاخد وما اعرفش ايه، وبعدين يجي هيجي الناس يقول لك طب ما فلان اللي هو قيادي في الحته الفلانيه اولاده معاه اسلحه. هنا استغلال السلاح من قبل ابن القيادي، وبعدين ايا كانت الواقع في الحالتين سب الرئيس او توك توك وخلافات مع سواق توك توك، يعني العمليه مش مستدعيه ان احنا نعمل ده. نيجي بقى في المقابل برضو علشان الموضوعيه، عشان ما نبقاش بنهاجم طول الوقت، المفروض وانا قاعد بعيد، لان انا ما اعرفش لو حد موت لابني هعمله فيه ايه، بس وانا قاعد بعيد بقول ان لا ما هو في سبل قانونيه طبعا. سبل قانونيه لابد ان تتبع علشان يتخذ القصاص، انما هنقعد نقتل في بعض بناء على حاجات معينه من دي هتلاقي البلد وقفت ولعه خالص طبعا. انا اليوم السابع الصفحه الثالثه، التعديل الوزاري اليوم وتاجيل المحافظين. فاكر احنا كنا تقريبا من اسبوعين هنا ايوه، وكانوا بيتكلموا ان عن التعديل، كنا بنعلق على خبر بعد 3 ايام من تصريحات التعديل. ايوه على فكره دي مش وزاره كامله. يعني تعديل وزاري محدود. خدنا في بعض أكتر الوزارات يعني خدنا فيه خدنا فيه اكتر من اسبوعين بالظبط. تخيلي بقى يعني اذا كان ده اداء تشكيل الوزاره، بس بيقولوا يا فندم كان في اعتذارات كتير كمان. يعني هو خلاص في الحاله اللي زي دي اعتذارات كتيره، لان في النهايه التعديل غير مرضي للطموح لطموح بالزبط. الناس كان في مطالبه بتعديل وزاري شامل، وخاصة إن شخص رئيس الوزراء
يعني يعني مختلف عليه وغير متفق معاه من كل الاحزاب بما فيهم اطراف في الحريه والعداله. ده صحيح. السياسات موجوده، ده رئيس وزراء بياخد تشكيل وقت في تعديل وزاري اكتر من اسبوعين، دخلنا هو على 17 يوم، فما بالك بأداؤه في الوزاره يبقى عامل ازاي؟ يعني دي خلينا ايه نبقى واضحين فيها. طيب قالوا في التعديل الوزاري انه تعديل لبعض الوزارات التي تمس المواطنين علشان نبتدي نتعامل مع المواطنين وتبتدي تخفيف الاعباء عن المواطنين. عايز اعرف وزاره الاثار، وزاره الثقافه، ايه علاقتها بالاعباء على المواطنين؟ هو احنا بنعد وخلاص العدد يعني عشان نبقى غيرنا 7 وزارات 8 وزارات ونلاقي في الاخر اللي غيره ما فيش، وبعدين تيجي الوزارات اللي مطلوب تغييرها ثابته حسب التصريحات، احنا لسه ما شفناش تغيير، لا مساس بالداخليه، لا مساس بالتموين، لا مساس يا جماعه، وكان هيبقى لا مساس بالعدل حتى بعد هتاف الاخوان ضد وزير العدل، انما في النهايه احنا بنضحك على بعض، احنا بنلعب ديمقراطيه. الاخبار الصفحه الثالثه، الجو ربيع في شم النسيم. اتمنى الا يخيب الجو توقعاتنا لان العمليه ببساطه احنا كل حاجه رسميه دلوقتي، اصل ده على فكره ده تصريح من مسرحيه الارصاد، فبالتالي في اي حاجه رسميه ممكن تخيب توقعاتنا. اخترت من الخبر ده حاجه صغيره جدا، طبعا هو تحذير من اكل الفسيخ، التحذير المعتاد بتاع كل سنه. مش عارفه ايه القصه دي، يعني انا عايز اكل فسيخ ومش عارفه اكل. لا كل الفسيخ بس اختاريه كويس. المهم يعني بيقول لك والله بجد. لا هو اصل هو بيقولوا ان هو حتى التصنيع بيتم بطريقه ان هم بيختاروا اسماك بتبقى على وشك التلف وبيحطوا عليها الملح فبتبوظ. في النهايه هم قالوا حاجه علشان لو يعني انا عارفه ان دي تصريحات من وزاره الصحه يعني لا ما انا بقول لك علشان بس لو حسيت ان انت مش قادره بقى وكلت الفسيخ. اعراض التسمم بتظهر في خلال فتره من 8 ل 12 ساعه يعني 8 ساعات ل 12 ساعه. بيبقى جفاف في الحلق وعدم القدره على الكلام وعدم القدره على البلع والكلام ده كله. اول ما يحصل لحد الاعراض دي يطلع على طول على المستشفى القريبة علشان يبتدوا يتصرفوا. اشكرك يا فندم، اشكرك. المصري اليوم الصفحه الاولى، كلاكيت ثالث مره، حالات تسمم جديده في جامعه الازهر. امام خبر غريب بجد يعني، بس لا بس الغريب بقى مش في دي. وزاره الصحه اصدرت بيان امبارح ان في 25 حاله اصابه جديده بالتسمم. 25 وحالتين في مدينه الطالبات. خلاص كده جت اداره المدينه الجامعيه نفت وقالت ان التسمم لم يصل الى ما فيش الحالات دي، يعني كدبت وزاره الصحه وقالت ان هم حالتين تسمم. مستشفى الزهراء الجامعي اكدت ان دخلوا بنتين وان هم اعترفوا بشرائهم لانشون من محل اتذكر اسمه، وان هو اللانشون ده سابوه متعرض للهواء فتره وكلوا منه بعد كده، وبالتالي فالتسمم بيبقى كده. انا هنا بقى قدام حاجه، وزاره الصحه طلعت بيان واداره المدينه الجامعيه طلعت بيان، يعني احنا قدام جهتين رسميتين. هستنى بيان من الرئاسه عشان ياكد لي انهي واحد فيهم اللي صح. بس لا تعليق، لا تعليق. طيب الاهرام الصفحه الاولى، وفاه الدكتوره عائشه راتب. الله يرحمها طبعا. هي كانت من رائدات العمل النسائي، مش الرائدات القدام قوي، انما هي في الفتره من 74 ل 77 كانت وزيره الشؤون الاجتماعيه، وعملت موقف مشرف في اعقاب انتفاضه يناير، استقالت اعتراضا على التعامل مع اسلوب التعامل مع المتظاهرين. يا ريت بس الناس يقروا سيرتها، لان في هنا كانوا بعض يعني دي كان ما كانش في ثوره، دي مش وزيره جابتها ثوره. خلاص، انما في عندنا مسؤولين لم يكونوا يحلموا باي مقعد لولا الثوره، ويتم التعامل مع الثوار ومع المتظاهرين ومع بالسحل والضرب والقتل، ولا احد فيهم يتحرك. مش بقول يستقيل، انما حتى ما حدش بيدين الادانه يعني البهته دي، ولا بد انها تعكنن عليك وهي بتتقال، اصل هم ما اعرفش عملوا ايه. لا، فيا ريت الناس تتعلم من نقرا، بس يعني نقرا تاريخ شويه، وده تاريخ حديث. خلينا نروح سريعا، عايزين ناخد الاخبار سريعا عشان فاضل لنا دقائق بسيطه جدا، بس عايزين ناخدها. خلينا بقى في لو هناخد، لو فاضل لنا خبر واحد ناخد اتهامات استراليه. يلا بينا. تمام، يلا. لان اتهامات استراليه لمصر بسوء معامله الماشيه، تصريحات تانية، احنا النهارده كل التصريحات ضد بعضها. جهات مسؤوله ومصدرين في استراليا قالوا ان هم وقفوا تصدير بتاع الماشيه لمصر بسبب سوء معاملتهم، معامله المصريين للماشية. في معنى ايه ما حددوش، بس قالوا ان هم في الـ في الـ في الـ اسمها ايه دي، في المجازر اللي هي السلخانات يعني، بيتم شريط الفيديو وضح ان في مشكله وان هم بيتعاملوا معاها بطريقه فيها وحشيه. عندنا الخدمات البيطريه نفت الكلام ده وقالت لا
احنا اللي منعنا الاستيراد بعد ما وصل لنا ما اعرفش كام الف راس ماشيه وثبت ان هم حقنهم بالهرمونات. هنا وبعدين مسؤول يعني مسؤول استرالي كبير اعتقد ان هو رئيس الوزراء او رئيس الوزراء يعني مش فاكر، لان المهم طلعت قالت ان هي كويس جدا ان القرار ده حصل لسبب مهم، لان اي معامل مع اي تعامل مع الماشيه والحيوانات بطريقه غير جيده تثير الوحشيه تثير الاشمئزاز. يعني انا شايف ان هم خدوا في حاجه مهمه جدا كمان انا لسه كنت اقول لك ان هم يا ريت الناس تتعامل مع القضايا حقوق الانسان بنفس المنطق وتشوف ايه اللي بيحصل هنا. انما في حاجه غريبه جدا، التصريحات الرسميه المصريه قالت لك ان الفيديو قديم عمره 4 سنين وان اللي سربه هم مافيا اللحوم في مصر علشان يمنعوا استيراد اللحوم من بره علشان اللحوم تفضل في زياده. بقينا قدام قضيه بوليسيه بالزبط. تمام، فيلم بوليسي غريب جدا. وبقينا قدام تناقض في قضيه لا تحتمل التناقض، هي دي المشكله الاساسيه. طيب انا عايز اخد بقى معلش اسمحوا لنا ناخد خبر اخير وهو خبر رياضي بقى. اوكي يلا ناخد. الاهلي يتسلح بقواته الهجوميه لافتراس قروش تونس. بحب قوي المصطلحات بتاعه الكوره بالذات، يعني تحس الموضوع كبير قوي يعني. والزمالك في معركه الفرصه الاخيره. لا انا بخاف منها. ايوه انا بخاف منها لان افتراس في العمليه، ما احنا شفنا اللي حصل، ما هو بسبب الاعلام الرياضي. لا ما هو دايما التيران الاسباني يعني المصطلحات. لا انا بس بتكلم على فكره الافتراس. وبعدين أيوه. انت تهيئي في مشكلتين، ان انت بتهيئي الجمهور لحاجه ولو ما حصلتش بيحصل احباط. بس دايما حل الرياضي يا فندم. معلش ما هو ده. وبعدين تبتدي تعملي عمليه شحن بتنتهي بنتيجه ماساويه. صح. اللي هي ايه النتيجه الماساويه؟ احنا شفنا نماذج منها زمان ما بين مصر والجزائر، وشفنا نماذج مش زمان قوي في بورسعيد. عموما نتمنى الفريقين الفوز لان العمليه بقت كل واحد فيهم حط نفسه على المحك، وان كانت فرصه الاهلي نوعا ما انسب واحسن بكثير، بس المهم يفوز النهارده باي طريقه. هو النهارده المباراه. اه. والزمالك في معركة الفرصة الأخيرة. برضه ما بقول لك هو في النهاية نتمنى للجميع التوفيق يعني. طيب. الكاتب الصحفي المتميز جدا أستاذ إيهاب الحضري، بشكر حضرتك يا فندم على وجودك معانا. أنا المتشكر. ونتمنى إن شاء الله نتقابل مرة تانية في فرصة يكون عندنا تصريحات بجد مش متضاربة، يعني تصريحات بجد تصريحات يعني. شكرا يا فندم. أنا متشكر جدا. بننتقل معاكم الفاصل ونكمل معاكم بقى فقرات نهارك سعيد، فخليكم معانا.